بسم الله الرحمن الرحيم. اخدنا لغايه دلوقتي ايه؟ الفايل سكريننج والريبورتس، صح؟ احنا قلنا السيرفر ده فايل سكريننج وأوتا وريبورتس، تمام. اللي بعدين كلاسيفيكيشن. ايه الكلاسيفيكيشن ده بقى؟ المفترض ان انت دلوقتي لما تكون شغال في شركه وانس ان عدد الفايلات فيها وصلت مثلا لزليونز فايلز، عدد كبير من الملفات مكتوبه عندي على نفس الفايل سيرفر، تمام. فالمفترض اصلا ان انت عايز تول كده تساعدك ان عينك مجرد ما تقع على الملف تبقى قادر ان انت تكلاسيفاي نوعيه الداتا اللي جواها ايه. يا ترى مثلا كلمه معينه انت عايز تسيرش عليها باترن معين، مثلا كلمه سيكريت، كلمه برايفت، عينك تقع على الملف تبقى عارف ان الملف ده بيحتوي على الكلمه دي، او فورمات معين. فورمات يعني ايه؟ شكل الفورمات بتاع بيرستي، فاكر شكل الفورمات بتاع الدرايفنج لايسنس، اي شكل فورمات انت عايزه عينك تقع على الملف تبقى عارف ان الملف ده من ضمن الكونتنت بتاعه كذا، تمام. طبعا في برامج ثيرد بارتي بتعمل الكلام ده، احنا هنستخدم كالعاده التولز اللي بيلت ان فين؟ في الويندوز، تمام. فانا في حالتي دلوقتي لو جيت تحت الدي تحت داتا، ده كان جواه كذا فولدر اهو، ندخل مثلا على 2 ده ونكريت هنا ملفات، سي مثلا ملف رقم 1، ملف رقم 2، ملف رقم 3، تمام. وبالمناسبه الكلام اللي انا بعمله ده انا هطبقه دلوقتي على ملفات تكست، لكن تقدر ان انت تطبقه على اي نوعيه من الملفات، مثلا على سبيل المثال وورد، باوربوينت، اكسل، اي حاجه. انا بس بدل ما نضيع وقت في تصطيب الاوفيس وكده، انما تقدر اللي انا هشرحه ده تطبقه على مستوى اي نوع من انواع الملفات الايديتابل، تمام. فهدخل جوه مثلا الملفات دي اكتب كلمه سيكريت مثلا، والملف برضو رقم 3 ده هكتب جواه كلمه سيكريت، بس المره دي لو تاخدوا بالكم حرف الاس كابيتال، صح. ومثلا ملف 2 ده مش هكتب جواه حاجه، تمام. انا عايزه دلوقتي زي ما قلت لكم عيني تقع على الملف ابقى عارفه ان الملف ده جواه كونتنت معين، كلمه معينه عايزه اسيرش عليها. بالمناسبه لو جيت قلت له دلوقتي كليك يمين بروبرتيز على اي ملف عندي، هلاقي فعلا في تابه ظهرت هنا اسمها ايه؟ كلاسيفيكيشن. ده مجرد ما انا سطبت التول بتاعه الاف اس ار ام، مجرد ما سطبتها ظهر عندي كلاسيفيكيشن، سواء على مستوى الفولدر، سواء على مستوى البارتيشن، سواء على مستوى الملف، وات ايفر، تمام. طيب اول حاجه بقى مطلوبه مني خالص في الاول، هدخل تحت الاف اس ار ام وادخل تحت كلاسيفيكيشن مانجمنت، اول حاجه هكريت بروبرتي. اول حاجه هكريت ايه؟ بروبرتي. ايه البروبرتي ده؟ ده اللي كان ظهر عندي هنا ده، كليك يمين بروبرتيز كلاسيفيكيشن، دي انواع البروبرتيز اللي هتظهر هنا، تمام. بمعنى ايه؟ لو انا جيت دلوقتي هنا اول حاجه قلت له كرييت لوكال بروبرتي، ايه ده، هي في حاجه ثانيه غير اللوكال؟ هنشوفها باذن الله، تمام. هسمي مثلا البروبرتي دي مثلا سيكريت وورد، عايزه اسيرش على كلمه ايه؟ سيكريت، تمام. طيب البروبرتي دي الفاليو بتاعتها او التايب بتاعها يس او نو مثلا، يبقى انت لو قلت له يس يبقى الملف ده جواه كلمه سيكريت، لو نو يبقى الملف ده مش جواه كلمه سيكريت. ممكن يكون في فورمات مثلا ديت تايم، ممكن يكون في الفورمات بتاع مالتيبل تشويزز، سنجل تشويز، مالتي تشويز، وات ايفر. انا في حالتي اختار دلوقتي ايه؟ ها؟ يس او نو، تمام؟ لو قلت له دلوقتي اوكي، تمام؟ بعد كده المفترض ان انا عايزه اطبق الكلام ده على مستوى فايلز معين، تمام؟ يا اما ان انت تطبقه بطريقه مانيوال، يعني لو انا قلت له بس كده ريفرش الاول كده، لو جيت على مستوى الملف ده كليك يمين تكست كلاسيفيكيشن، ظهر عندي فعلا ايه؟ البروبرتي اللي انا كريتها، تمام؟ يا اما بايدك هتختار، ودي طبعا اعتقد انا كنسلت اهو، اعتقد دي عمليه اساسا تديس جدا بالنسبه لي، سخيفه جدا بالنسبه لي، زي ما قلت لكم انا بتكلم على فايل سيرفر فيه ملفات كتيره جدا، انا كادمن مش عايزه ان انا ادخل على ملف ملف وابدا ان انا اصنفه بايدي، تمام؟ وعشان كده ريكومندد ان انا اكريت هنا رول. الرول دي يبقى انا دلوقتي بقول للسيستم اعمل انسبكشن بنفسك، ادخل جوه ملف بنفسك وافحصه جواه الكلمه دي ولا لا، تمام. فهكليك هنا يمين واقول له ايه؟ كرييت كلاسيفيكيشن رول، اسمي الرول دي مثلا سيكريت رول مثلا، تمام. بالنسبه للسكوب عايزه تطبقي الكلام ده على مين؟ سي ان انا عايزه اطبقه على دي، على الفولدر اللي اسمه داتا مثلا. انا اطبقه على مين؟ داتا، ماشي، عايزه اطبقه على داتا بالكل مثلا،
تمام، برضه هي انكلود النوايا دي من الملفات ولا لا. دي بقى اهم حاجه عندي دلوقتي. بالنسبه للكلاسيفيكيشن، عايزه تستخدمي كونتنت كلاسيفاير ولا فولدر كلاسيفاير ولا ويندوز باور شيل؟ اللي انا انترستد فيه دلوقتي كونتنت كلاسيفاير، معناه ان انا كده بقول للسيستم ادخل بنفسك جوه الكونتنت بتاع الملفات واعمل له انسبكشن، اعمل له فحص، دور على الكلمه دي موجوده فعلا ولا لا. تمام. طيب انت عايزه تستخدمي انهي بروبرتي؟ انا في حالتي مش مكريته الا بروبرتي واحده اللي هي سيكريت وورد. لو انا مكريته كذا واحده هتظهر لي هنا. طب بالنسبه للسيكريت وورد نوع الفاليو بتاعها ايه؟ انا في حالتي مختاراها يس ونو، ده انا مش بختار، هو بيحدد لي بس نوع الفاليو، بيوضحها لي مش اكتر. تمام. لو قلت له كونفيجر بقى، انت عايزه دلوقتي تسيرشي على كلمه ايه؟ فهختار هنا يا اما سترينج يا اما سترينج كيس سنسيتيف. طب خلينا في سترينج، انا عايزه اسيرشي دلوقتي على كلمه ايه؟ سيكريت. تمام. الماكسيمم او المينيمم اوكيرنس على الاقل تكون موجوده في الملف مره واحده. طب ماكسيمم ممكن تحدد له هنا رقم، سي مثلا انا بقول له دور على كلمه سيكريت في الملف، مينيمم تكون موجوده مره، ماكسيمم سي مثلا تكون موجوده ثلاث مرات مثلا. تمام. انا هسيرش دلوقتي في حالتي مينيمم اوكيرنس واحده بس. لو انا اخترت سترينج، ايه الفرق بقى ما بينها وما بين سترينج كيس سنسيتيف؟ سترينج ده معناه سيرش على الكلمه دي سواء الحروف بتاعتها كابيتال او سمول. لكن لو انا قلت له سترينج كيس سنسيتيف، ده معناه سيرش على الكلمه دي تمام الحروف بتاعتها لازم تكون كيس سنسيتيف زي ما انا كاتباها هنا بالظبط، وبالتالي الملف الاولاني ده اللي هيظهر فيه فعلا في حالتي ان الفاليو بتاعتي بقت واحد او ان هي موجود فيه كلمه سيكريت. تمام. لكن الملف الثالث انا كنت كاتبه حرف الاس كابيتال، وبالتالي مش هيقول لي ان الملف ده فيه كلمه سيكريت. واضحه؟ انا هختارها كيس سنسيتيف سترينج. اوكي. طيب لو قلت له دلوقتي ايفالويشن تايب ري ايفالويت اكزيستنج بروبرتي فاليو، في حالتي انا دلوقتي مش فارق ان انا اتشيك ده. افرض بقى ان انا كنت فعلا عملت كلاسيفيكيشن بايدي، مش انا لسه قايله ان ممكن اعمل مانوال كلاسيفيكيشن ان انا ادخل على الملف بايدي واحدد الفاليو. تمام. افرض زي ما قلت لكم ان انا كنت عامله ايه كلاسيفيكيشن بايدي، هيعمل ايه بقى ساعتها؟ ري ايفالويت للبروبرتي فاليو اللي كانت موجوده. تمام. اوفر رايت اي قيمه قبل كده، سواء السيستم هو اللي كان اختارها قبل كده، افرض ان انا كنت رنيت الويزر ده مره قبل كده، او كلير لو مثلا او اليوزر لو كان هو حددها بنفسه يعمل لها كلير ويحط هو الفاليو الجديده. واضحه؟ تاني افرض ان انا كنت رنيت الكلاسيفيكيشن رول دي قبل كده، تمام؟ وحدد فعلا الفاليو بقيمه معينه وانا عدلت في الملفات، وبرن دلوقتي الكلاسيفيكيشن رول تاني، هيعمل اوفر رايت ساعتها على مين؟ الفاليوز اللي كان كتبها قبل كده. تمام. ده في حاله اوتوماتيكلي كلاسيفايد بروبرتي، وممكن برضو اطبقه على مستوى لو اليوزر كان حدد الفاليو بايدي. اجريجيت ذا فاليو، افرض ان انا مكريته دلوقتي اكتر من رول، تمام، فاقدر ان انا اجريجيت اجمع الرولز دي مع بعضيها. تمام. لو قلت له اوكي، تمام، لو جيت بقى هنا كده نديله ريفرش بس. طيب الاول انا كده كريت ايه؟ كلاسيفيكيشن رول، صح؟ عايزه ارنها الاول، مش كده؟ فبيقول لي ترن لي كلاسيفيكيشن رول ويز اول رولز ناو، ولا عايزه تعملي لها سكادول؟ طب تعالوا نبص بصه سريعه على السكادول. ممكن اقول له انيبل سكادول فيكس سكادول وتحدد الاسابيع او تحدده بالايام، ليميت ان اورز نفس الكلام، عايزه تعملي انيبل للوجنج ولا لا، يكتب جوه الايفنت فيور ولا لا. تمام. الصوره النهائيه هتطلع عندي او يعمل لي جنريت لوجز في حاله لو في ايرور، لو اوديتنج الشكل الريبورت عايزه تعملي جنريت للريبورت ولا لا، السنتكس بتاعه او الشكل بتاعه دايناميك اتش تي ام ال ولا اتش تي ال. تالي واضحه قوي الخطوه دي. تمام. انا في حالتي ايه؟ هرنه دلوقتي، فهضغط هنا بيقول لي عايزه ترنيه في الباك جراوند ولا ويت فور ذا كلاسيفيكيشن تو كومبليت. لو انا قلت له دلوقتي ويت فور ذا كلاسيفيكيشن تو كومبليت هيصر معايا الدور، وفي النهايه كمان هيجنريت ريبورت في النهايه ايه؟ لو قلت له اوكي كده ده البار اللي بقول لكم عليه، وفعلا عمل عندي جنريت لمين؟ للريبورت. تمام. بيقول لي مثلا على سبيل المثال الفايل اللي عندي كان اسمه الفايل اللي اسمه 3 جواه كلمه سيكريت، والملف برده اللي اسمه واحد ده برده ايه، ومين هو اللي كتب الداتا دي، ولاست اكسسد امتى ولاست موديفايد امتى. تمام. لو انا جيت دلوقتي على الملفات دي ريفرش بس كده على مستوى الملف اللي رقم واحد، كليك يمين كلاسيفيكيشن، ها عدلها بنفسه ولا لا؟ طب لو جيت على الملف رقم 2 كلاسيفيكيشن، لا بتظهر نن. تمام. ولو جيت على الملف رقم 3 كلاسيفيكيشن يس. واضحه؟ يبقى فعلا قدر ان هو يعمل انسبكشن للملف، يدخل جوه الملف بنفسه ويشوف الكونتنت بتاعه. تمام. ايه عجبتك؟ اه جميله.
تمام. عندي الاجمد بقى يا عبد الوهاب. تمام. ايه هي؟ افرض دلوقتي ان انا عندي باترن معين عايزه اسيرش عليه، على سبيل المثال مثلا الاس اس ان نمبر بتاع اليونايتد ستيتس. تمام. الاس اس نمبر ده اللي هو السوشيال سيكيورتي نمبر، رقم التامين بتاعه الاجتماعي. تمام. دايما بيبقى في صوره بالمنظر ده، ثلاث ارقام داش رقمين داش اربع ارقام. اكيد طبعا الرقم ده السنتكس بتاعه الصيغه بتاعته ثابته، لكن الرقم ذات نفسه بيتغير. تمام. تعالوا نعمل الكلام ده. هدخل جوه الملف ده مثلا، نكتب اي اس اس نمبر كده وسيف، ونيجي على الملف رقم 3 نفس الكلام، ارقام مختلفه اهو. تمام. المشكله دلوقتي بقى ان انا لو قلت للسيستم بتاعي اعمل يهبل يا عبيط انت وهو، لو ركز هنا، لو قلت للسيستم بقى بتاعي دلوقتي اعمل انسبكشن، هي انسبكت على ايه؟ هو انت قدامك سنتكس او قيمه معينه عايز ان هو انسبكت عليها؟ فساعتها بقى بتدور، بتخلي السيستم يدور على ريجولار اكسبريشن. يعني ايه ريجولار اكسبريشن؟ القيم دي على فكره كلها انا عامله سيرش عليها على جوجل، يعني مثلا كتبت اس اس امريكان اس اس نمبر مسافه ريجولار اكسبريشن، فانا دلوقتي لو عملت سيرش على الريجولار اكسبريشن ده هيديني في النهايه السنتكس ده، الصيغه دي. تمام؟ طيب نجرب ده كده، نكرر برده هنا دلوقتي. اول حاجه بروبرتي، كليك يمين كرييت لوكال بروبرتي، سي مثلا هسميه اس اس نمبر رول. تمام. وبرده عايزه الفاليو بتاعتها تكون ايه؟ يا ترى الملف ده جواه ولا لا، يبقى القيمه بتاعتي يس ولا نو. لو قلت له اوكي واجي على الكلاسيفيكيشن رول، كليك يمين كرييت كلاسيفيكيشن رول سكوب، سوري الاول الجنرال هسميها اس اس ان رول. بالنسبه للسكوب عايزه اطبق الكلام ده على مستوى الدي على الفولدر اللي اسمه، لا كان داتا صح؟ تمام. عليه كله يلا. تمام. طيب بالنسبه للكلاسيفيكيشن عايزه انهي واحده دول؟ الاس اس ان رول اللي جواها الفاليو بتاعتي يس او نو. كونفيجر بقى هنا دي اللي تختار فيها ايه؟ ريجولار اكسبريشن. مين هو الريجولار اكسبريشن؟ بيست القيمه اللي انا ايه؟ لسه موريها له. تمام. لو قلت له دلوقتي اوكي، ونفس الكلام بالنسبه للايفالويشن عشان لو حد كان عامل ايفالويشن قبل كده للملفات دي. تمام. وعايزه ارن دلوقتي الكلام ده زي مثلا في الفور جراوند عشان يجنريت معايا ريبورت. تمام. لو جيت بقى على مستوى الملفات دي، الملف رقم 2 بالنسبه للكلاسيفيكيشن، بالنسبه للاس اس ان قال لي ايه؟ في، واحنا كنا عاملينه برده على ملف رقم 3 صح؟ برده بالنسبه للاس اس ان نمبر فيه. وضحت؟ طبعا ملف رقم 1 مفيش. تمام. طيب تعالوا نجربها تاني كده حركه بسرعه. انا جايبه لكم برده هنا اصلا سيرش على جوجل على الفيرست داي تاريخ الميلاد، بس بشرط يكون في السنتكس ده. تمام. دايز سلاش مينيتس داش ييرز. تمام. دايز مانث اسفه ييرز. تمام. ايه خليك لمح شويه يعني، ما تمسكنيش على الكلمه يعني. تمام. طيب نعمل الكلام ده كده سي مثلا، هجربه هنا في الملف رقم 1. احنا قلنا اول حاجه ايه؟ days month year. تمام. ولازم المانث يكون في الصوره دي رقمين. تمام. تعالوا نجرب بقى الكلام ده كده، نجرب هنا برضو ان انا اكريت عندي property. تمام. اسميها first day. تمام. الفاليو بتاعتها yes او no. نرن الرول first day رول. بالنسبه للسكوب هطبقه برده على الفولدر اللي اسمه داتا. بالنسبه للكلاسيفيكيشن انهي واحده في دول؟ فيرست دي. كونفيجر تكتب لي هنا بقى الريجولار اكسبريشن بالمنظر ده. تمام. اوكي. وبرده لو حبيت ان انت تعمل ري ايفالويت لو كان في قيم قبل كده، مش مضطر ان انت تعمل ري ايفالويشن على فكره في حالتي، لان ده اول مره ارن الرول دي اصلا على الفولدر ده. تمام. طيب واقول له رن دلوقتي وتقول رولز ناو باك جراوند وخلاص خلص. تمام. لو دخلت بقى دلوقتي كده على الفولدر او الملف رقم 1 كلاسيفيكيشن بالنسبه للبيرستي يس، لو رحت على اي ملف تاني بالنسبه للكلاسيفيكيشن بالنسبه للبيرستي نو.
هتوقع مني كده في اي حاجه؟ تمام.